السلام عليكم عشاق اناطور من بلوك كيدايرين بخير كلشي مزيان اليوم الخوت جيناكم بموضوع اللي هو كيفاش غنختاروا طيور الهرمون المناسبه اللي غنخدموا بها الخوت حيت بزاف الخوت كيفاشوا لي تصاور خويا ياسين شوف لينا ماشي غير الهرمون جميع الطيور كيقول خويا ياسين شوف لينا هاد البياسه خويا ياسين حنا نعطيكم بعض نصائح بسيطه اللي كنعرفو حنايا كمبتدئين وغنهضر مع المبتدئين اللي عارف الله يسهل عليه كنتمناو حتى هو يفيد الناس بحالنا الله يسخر خليكم مع الانترو ونتلاقاو في الفيديو السلام عليكم خوتنا الموالي بالنسبة اول حاجة الخوت بغيت نناقش معكم موضوع ديال الجيفواي الخوت حيت راه والله سددت فيديوهات بزاف وكنشوف الناس عندي يعني كتشوف فيديو شايفو 600 واحد ولا 1000 واحد وعندك 300 ابوني يعني بلا ما نفعلش معاه يعني الخوت راه ما يمكنش ليا انا غندير جيفواي لخمسة الناس ولا 50 واحد الخوت بحال المتابعين ديالي ما بغيتوش تعاونوا معنا بالبارطاجو وبالكومونتيرات وبلي جي من الخوت وبالنسبه لنايا غادي نطرق وغادي نطرق غندير لكم الى ما جمعتش واحد 1000 ابوني وكاين عندي بنادم انا ما غاديش ندير لكم جيفواي على ربعه البياسات غنولي ندير لكم على كوبلا اللي وعدتكم بها ديال الريم وعلاش الخوت حيت انا ما شفتش بنادم مفاعل معايا ما يعني الخوت ما حمسونيش ما كاينش واحد شويه الحماس بنادم كيشوف كيصيفط لك 100 كومونتير على قبل وعندك 50 واحد منين انا درت ليهم كاملين درت ليهم يعني عزلتهم 50 واحد اللي مكومونتي والفيديو شايفو 600 يعني خوت راه ما كاينش علاش انا غنتحمس وندير الجيفواي ونزيد نحمس الدراري المهم نتعاون مع الدراري المتابعين ديالي اللي باغيني على داك كوبلا نديرها اليوم ويتولعوا بها والله يسخر الامور خوت كنتمنىكم تعاونوا معنا وتحفزونا وصلونا لواحد كا باش حتى حنا نتحفزوا ونزيدوا نعطيوا الخوت ملي كتشوف راسك انت عاطي والبيبليك ما عاطيكش راه ما عندك ما دير المهم خلينا الخوت نكملوا لكم الفيديو بالنسبه للخوت اللي بغى يشري شي طايره الخوت راه الطيور راه باينين الخوت اول حاجه هي الخوت تقصد مولوع ثاني حاجه شوف الطير واش بون سونتي يعني صحه جيده وبالنسبه غندوي على الهوغورومو بزاف الناس كيصيفطوا لي كيقول لي اخويا ياسين شوف لينا الطير واش مزيان ملي كيصيفطوا لك كتبقى عنده جوج فراشات في كل جناح راه ما نقدرش نعرف ولا انت اللي كتهضر مع مولاه خاصك تعرف مولاه وتشوف الدم ديال والديك وتشوف الطير يعني انت لك كنتي باغي تشري هوغورومو ما كتعرفش مولاه خاصو يكون فهاد المواصفات الخوت يعني المواصفات خاصو يكون الطير ماشي كبير بزاف وماشي صغير عاوتاني في الحجم خاصو يكون ستوندار يعني كاينين مقاييس ستوندار وبالنسبه للخوت الفراشات الخوت خاصهم يكونوا تكون فراشات سيركولار وتكون الخوت فراشات باينين واضحين سيميتريك معزولين الخوت يعني وتكون عنده ما بين 8 الفراشات في الجناح حتى 7 ويكونوا بجوج جناح الخوت وبالنسبه للكريس الكريس خاصو يكون سيركولار وما تكونش فيه القرعيه بزاف في الراس الخوت الكريس يكون سيركولار وما يكونش فيه القرعيه بزاف الخوت والطير يكون الخوت واقف صحيح واكتيف يعني الخوت كيتحرك هذا الخوت لجميع الطيور الخوت يكون الخوت طير كيبان لك اكتيف وكيتحرك حتى انا علاش اضطر ندير هذا الموضوع الخوت شفت واحد السيد مسكين باعوا لي بياسة لاسوين بيضة وهذاك اللي باع لي منين يلا بديت كنتولع حتى انا باع لي بياسة لوتينو ما إذا جبتها للدار فيها البارا وقال لك البارا كتبان في البصقة مولوع كبير في لاج وباقي كيقولوا بالناس الدراوش لا حول ولا قوة إلا بالله وبجهد الله الحمد لله حنا بخير وفتناه في النيفو كي كنقول لكم الخوت ملي تاخد ملي تمشي عند المولوع شوف الطير اكتيف شوف داك الطير بعدا فين عايش
شوف عليك الطير اول حاجه فين عايش يعني دابا لك الطير بالك المولوع بلاطوات فيه بالرزق والروينه والماكله مليوحه والطير بالك داير ها وبكوبر اهرب من هذاك الخو الطير خاصو يكون اكتيف كيتحرك كيلعب بحال هذا الخو كيبانو كيهيج ناشط ليه خير وعلى خير. وبالنسبه الهوغورومو راه قلت لكم الخوش الفراشة تيكونوا دايرين ما بين 8 حتى 7 وفي جوج نواح فراشة جوج نواح الكراش سيركيلار وما تكونش فيه القروعية الخوش فهذا القروعية وهذو هما مواصفات الخوت اللي غتستافد. وإذا كان الخوت حتى كانت عنده فيه فراشة وحدة خاصك تكون عارف المولوع يعني راه تقدر تاخذ كوبل الوالدين فيهم جوج فراشات ويعطيوك فراشة وحدة انت خصك تعرف داك المولوع اللي خديتي من عنده بياسة فيها فراشة وحدة تشوف الوالدين كيديرين واش فيهم جوج فراشات واش دب مليح. ونطرق له واحد النقطة الخوت بزاف الناس كيشوفو الهوغورومو ولا الكريس عنده عوج كيقول لك فيه بوع الناس لا الخوت هذا الكريس هو هكاك الخوت هو ملي كيكون فيه الدم مجهد كيكون عنقو مايل شويه الخوت وملي كيتم غادي جاي كيبدا يبدل يفدك كيولي عادي الخوت ماشي جاي ماشي حتى كيبدل كيطيح من العش كيولي بالك الطير عادي الخوت قاد عنقو بالعكس هذاك الطير كيكون هاز الدم مجهد ديال الكريس كيبالك عنقو مايل. انا الخوت عندي غنوري ليك ولد تا هو عنقو مايل كان عنقو بشاميل ضير تم جاي بشويه 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 ولا عنقو عادي هذا الخوت هاز الدم مجهد هاو بالنسبة للخوت شي هذا كان عنقو ميل بزاف كاع عاود دابا ولا بخير الخوت هذا كان عنقو في الاول داير ضير عاود دابا غادي بشوية وباقي شوية ولكن غادي بشوية كيتحسن ها تعاود شوية شوية يدور راسه. بالنسبة لهذا الخوت الهوغورو مونكريس هذا ما كاين الخوت ماشي بنادم كيقول لك راه بوع الناس لا هذاك راه كيكون هاز الدم قاصح ديال الكريس ومجهد. وبالنسبة للخوت اللي هضرنا عليها هو هذا الخوت بقى في العش شويه يعني كاين كيلو واحد البياسه كامله قرعه من راسها الكريس الخوت كريس هابط لي على عينيه تبارك الله ما شاء الله الفراشات الخوت هادو هما المواصفات ديال الهوغورومو بصحه جيده الخوت والله يسخر الجميع الخوت وحنا هزينا ولد كاع من الصندوق باش نوريكم نتمنوكم الخوت تشجعونا بابوني وبجيم وتابعونا عندنا الخوت باش تزيدوا تشجعونا والله يسخر الامور.